كل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم وتغطية خاصة وحصرية لبعثة فريق النادي الأهلي هنا في بريتوريا جنوب إفريقيا. يسعدني أن يكون معي في هذه الأثناء السفير العراقي أرشد عمر، سفير جمهورية ودولة العراق هنا بجنوب إفريقيا. معالي السفير، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، شرفنا على قناة النادي الأهلي وحرص حضرتك على التواجد مع الكابتن محمود الخطيب ومساندة ومؤازرة فريق النادي الأهلي في لقاء أمام فريق صن داونز. اهلا وسهلا، انا بشكركم على المقابله دي واهني النادي الاهلي بتاهله الى الدور الثمانيه ان شاء الله، وان شاء الله يجيبوا الكاس. وانا جيت بنفسي اهني الكابتن محمود الخطيب شخصيا، يعني ولو بعثت له ان عن طريق السفير المصري رساله اس ام اس، بس جيت اهنيه ومبروك عليكم كثير الكل. الاهلي تجاوز دور الثمانيه وصعد للدور نصف النهائي الرابع ان شاء الله، ان شاء الله الكاس ان شاء الله. معالي السفير، يعني لمجرد علم حضرتك بتواجد فريق النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب وهو احد اساطير كره القدم المصريه، حضرتك حرصت برفقه السفير شريف عيسى سفير مصر بجمهوريه مصر بجنوب افريقيا ان تكون متواجد وتؤازر وتساند فريق النادي الاهلي وتصافح الكابتن محمود الخطيب. نعم، انا اهنيهم، وانا يعني لما سمعت ان الكابتن بيبو هنا جيت أشوفه بنفسي وأتعرف عليه، لأن أنا كنت من المعجبين السابقين في بالنادي الأهلي، وخاصة في السبعينات لما كان في منافسة شديدة بين الزمالك والأهلي، وكانت صباح تغني أنت أهلاوي ولا زملكاوي، أنا كنت أهلاوي. وحضرتك لازلت أهلاوي؟ نعم طبعا، أنا وجودي هنا يؤكد أني أنا كنت أهلاوي. حضرتك دايما على العلاقات اللي ما بين دولة العراق ودولة جمهورية مصر العربية، وفي علاقات يعني مش على النطاق الرياضي، لا ده علاقات وطيدة ما بين شعبين ما بين حكومتين على مر التاريخ. العلاقات بين الشعبين العراقي والمصري علاقات متأصلة في التاريخ كله، يعني علاقات تمتد إلى يمكن من أولى العلاقات بين أي شعبين في العالم، تمتد إلى آلاف السنين، وهذه يعني تثبتها التاريخ وتثبتها الآثار الموجودة بين الدولتين والزيارات التي كانت تقوم بها حكومات كل الدول بين مصر والعراق. دي تاني جلسة لحضرتك مع الكابتن محمود الخطيب، يعني تبادل الأطراف الحديث، أهم النقاط اللي اتكلمتوا فيها والحديث مع الكابتن الخطيب. والله كنا نتكلم عن، خاصة امبارح لما كنت هنا كنا نتكلم عن المباراة، وكنا ندعي إن شاء الله يتأهل النادي، وتأهل ومبروك وإن شاء الله الفوز. مع حضرتك برسالة تقولها لكل الشعوب العربية، دايما روح الوحدة وروح التآلف والتآخي ما بين الشعوب العربية، والرياضة جزء من هذا الأمر وبتلعب دور مهم. الرياضة دور مهم جدا في هذه، يعني أي فريق عربي يتأهل إلى أي بطولة دولية كل الشعب العربي يأيدوه، وخاصة إذا كان الفريق الوحيد في تلك البطولة. وأنا أشوف أنه الرياضة دائما توحد الشعوب، وإن شاء الله يعني حتى الشعب الواحد إذا كان فيه انقسامات بيناتهم، لكن الفريق الرياضي هو اللي يوحدهم. كثير بشكر حضرتك، شرفتنا على قناة النادي الأهلي، ودايما تكون متواجد دايما مع النادي الأهلي وتؤازر وتساند النادي الأهلي، ودايما تكون برفقة الكابتن محمود الخطيب. أكيد إن شاء الله، وأنا أشكركم. أعزائي مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي، ده كان لقاءنا مع معالي السفير أرشد عمر السفير العراقي بجنوب إفريقيا، اللي كان حريص على التواجد ومساندة ومؤازرة بعثة فريق النادي الأهلي والجلوس مع الكابتن محمود الخطيب في مقر بعثة النادي الأهلي هنا ببريتوريا. كون مستمرين مع حضراتكم تغطية لكل الكواليس الخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي في بريتوريا، انتظرونا على شاشة قناة النادي الأهلي.